هو الكلام ده عايزين نتكلم فيه بالتفصيل طبعا استاذ مجدي الجلاد، بس تعالى علشان اللجان قربت تقفل طبعا ونروح بسرعه انا وانت نتحاور مع مراسلينا. نبدا من الغربيه، تمام. ايه رايك؟ تمام. معانا من هناك عماد البطراوي. مساء الخير يا عماد، قول لي الاجواء عندك ايه، ودلوقتي الساعه بقت بعد 9 و10 مساء. مساء الخير يا أستاذ معتز، احنا موجودين في مدرسة محمد فريد الإعدادية في مدينة طنطا، ويعني هي فعلا الساعة 9 بالضبط أغلقت اللجان أبوابها، لكن ما زال هناك أعداد كبيرة داخل الحرم الانتخابي، ويمكن عشان اللجنة اللي احنا فيها دي مقر للجنة الوافدين من المحافظات الأخرى، يمكن الإقبال النهاردة يعتبر بنسبة كبيرة عالي. الصبح كان في القرى بس الإقبال قليل شوية بسبب انشغال الفلاحين في الزراعة، لكن بعد الساعة 5 وبعد المغرب ابتدى يزيد الأعداد بشكل كبير. إقبال السيدات كان كبير جدا في الصباح، ودلوقتي بعد المغرب طبعا إقبال الرجال برضو في اللجان كبير جدا بعد الناس اللي خلصت أشغالها. كان لينا لقاء الصبح مع اللواء محمد نعيم محافظ الغربية، وأكد لنا أن من خلال متابعته لغرفة العمليات أن أعداد التصويت كبيرة جدا، ولو تم اليوم وغدا بنفس الكثافة ممكن المحافظة تتخطى 80% من الأصوات. وكان في برضو تسهيلات للوافدين من المحافظات الأخرى أن هم يجوا بأوتوبيسات مجانية علشان يوصلوا هنا مدرسة محمد فريد للإدلاء بأصواتهم. الجيش والشرطة متواجدين طبعا بكثافة كبيرة جدا في كافة اللجان، وبالفعل قاموا بإحباط بعض المحاولات يعني لتعكير صفوف الناخبين من بعض المتظاهرين المنتمين للإخوان. كان في بعض الاشتباكات بين الأهالي في شارع عمر بن عبد العزيز وشارع المعرض، لكن قوات الجيش والشرطة تصدوا لهذه التظاهرات، وتقريبا ما استغرقتش أكتر من 15 دقيقة. والملاحظ كمان في المحافظة ان يعني امام اللجان وفي الشوارع في اجواء احتفالية كبيرة جدا، يعني في اعلام كتير في الشارع، في اغاني وطنية شغالة.